اخواتي الكرام، اهل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد اخواتي الكرام نبدا بالسنن مع صحيح البخاري. نعم، احنا ما زلنا في كتاب الصلاه. وصلنا الى باب، نعم، الصلاة في كراهية الصلاة في المقابر، هي التي وقفنا عندها هنا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر. باب كراهية الصلاة في المقابر. وهذا طبعا أيضا هنا الكلام عجيب جدا، لأنه قال كراهية، باب كراهية الصلاة في المقابر، مع أن المسألة مسألة أقوى من ذلك وأعظم، لأنها العلماء لما يتكلموا على مسألة الكراهية ينظرون لها نظرا فقهيا محضا، لا ينظرون إلى المسائل الأخرى، مسائل وسائل الشرك لا يتكلمون عنها. نعم، قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ابن مصرهد من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا يحيى، ويحيى بن سعيد القطان من أساطين المحدثين وإن كان متشددا في الجرح، قال عن عبيد الله بن عمر، قلنا المصغر ثقة والمكبر ضعيف، قال أخبرني نافع، ونافع من أثبت الناس في ابن عمر، مولى ابن عمر عليكم السلام، قال عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي من صحابي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. نعم، قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم، هذا الباب باب عظيم جدا، لأنه باب فيه يعني حسم مادة الشرك، وهذا الذي لم أرى أحد حتى من الشراح ينظر إليه في هذا الباب. لما لو قلنا حتى يمنع الصلاة في القبور أو الصلاة إلى القبر، أو لما هم ينظرون نظرا آخر، نظرا فقهيا محضا، لا يخلطون المسألة بالنظر إلى مسائل الاعتقاد. هو هنا باب كراهية الصلاة في المقابر هو مستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا، بأن القبور ليست محلا للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة. وهذا إشارة منه إلى ما راه أبو داود الترمذي، نعم، في حديث أبي سعيد الخدري، لأنه كما قلنا ليس من شرط هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف حقا، يعني اللي هو حديث أن الإنسان نهى عن الصلاة في ستة، المقبرة والحمام والمزبلة، لكن هناك حديث عن أبي سعيد في سنن داود: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا حديث اختلفوا في أصله وإرساله، والحق أنه مرسل، وإن كان صححه الحاكم ابن حبان، نعم، وابن حجر قال رجاله ثقات، وفيه نظر، حديث فيه نظر، نعم، هو أشار إليه، وإشارة البخاري له معناه أنه ارتضى بتصحيح أو حسنه على الأقل، معناه أنه ارتضى بتصحيح أو حسنه على الأقل. نعم، قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال هنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من بيوتكم أو من صلاتكم في بيوتكم. لما قال اجعلوا من صلاتكم، من هنا إما تبعيدية وإما جنسية، صحيح، فبعض العلماء يقولون من صلاتكم لها إشعار بأنه يريد بذلك النوافل لا الفرائض، وإلا فالفرائض قد وردت الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافرة المتوافقة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيوت، الصلاة في المساجد بالوجوب، على ما قال الحنابلة وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة الرجال في المسجد إلا في المسجد، وكان حديث ضعيف لكن استأنس به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء مع جماعة تبطل صلاته وحده، أو في بيتي أو في سوقي ب25 أو في رواية ب27 درجة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه قال: وكنا نرى أنه لا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق،
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمرنا رجلا أن يقيم الصلاة فيصلي بالناس، ثم أمرنا أحدهم أن يحتطب ويأتيني بالحطب ثم أشعل عليهم بيوتهم، يعني يحرق على أناس تركوا الجمع والجماعات. وإن كان الحديث على الراجح أنه في المنافقين، لكن كما قلت يعني على الأقل الناس تأنس به في الكلام على وجوب الصلاة في المساجد. فمعنى قوله في من صلاتكم هذه على النافلة لا على الفريضة، وإن كان البعض يرى بأن المسألة من هنا جنسية وليست طبعية، وأنه نعم صلوا في بيوتكم من الفرائض، ولم يقل صلوا كل الصلاة في البيت صلاة الفريضة. وهنا حقا بعض العلماء الذين قالوا بأنه اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم فريضة أو نافلة لهم وجهة قوية. ما هي الوجهة يا ترى عند علمائنا الذين قالوا للمرء أن يجعل من صلاته الفريضة في بيته بعض صلاته الفريضة في بيته؟ ما الوجهة التي عنده يراها محققة لمقاصد الشريعة في ذلك؟ أما النافلة فقد اتفقت أمر المسألة ظاهرة، مسألة ظاهرة. نعم. الله أكبر. نعم ممتازة يا أستاذ سلفي، جزاك الله خيرا. اجتماع ممتازة دكتور تامر، ممتاز. نعم لأن في ذلك الاقتداء. نعم ممتازة يا سكين، بركت أبا الوليد، الحمد لله الإجابات ممتاز. ممتازة يا أستاذة كريمة، الله أكبر، الحمد لله والشكر لله. نعم هذا صحيح، يعني الوجه هنا هو مسألة الائتساء والاقتداء، مسألة الائتساء والاقتداء. لأنه إذا صلى في البيت صلى بصلاته الأهل وصلى بصلاته الأولاد، وكانت المسألة على الأسوة وهي فيها ما فيها من التربية، نعم واستقامة الأولاد بذلك، فيكون هنا في قوله جعلوا من صلاتكم في بيوتكم بأنه يقتدى به في صلاة الفريضة إن كان، وإن كان بعض الذين جمهور العلماء يرون أن المسألة على النوافل ليست على الفرائض، لا سيما وأنها قد جاءت بعض الأدلة على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته غير المكتوبة، قال أفضل صلاة المرء في بيته غير المكتوبة إلا المكتوبة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلاة المرء في بيته تعدل صلاته في المسجد، يعني هي ب27 درجة لو صلاها في المسجد بدرجة وصلاها في البيت ب27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأول بعض العلماء في مسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، قالوا هذه ليست فيها ثم الدلالة على أن القبور لا تجوز الصلاة فيها، قالوا ليست فيها دلالة على ذلك. لما؟ لأنهم قالوا بأن معنى صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا كأنه قال يعني لتكونوا لا تجعلوها قبورا يعني كالموتى، بأنكم كالموتى لا تصلون فتشابهون الموتى. طبعا هذا يعني ليس ببعيد. الحق انه ليس ببعيد، المعنى صحيح. لا تجعلوها قبورا يعني تكونوا كالموتى فلا تصلون، لان الموتى لا يصلون، هذا صحيح، لكن لا ينفي ما قاله الامام البخاري استنباطا، وانها لا تجعل المكان كالقبور، والقبور ليست محلا للصلاة، القبور ليست محلا للصلاة، وهذا ظاهر أيضا، هذا ظاهر. والأمر الخفي الذي لم أرى من الفقهاء من يشير إليه هو موجود في حديث، يعني حتى لا يقال يعني أنت الآن أتيت بما لا أتي به الأوائل، أنت الآن تقول الفقهاء ما أشاروا إلى ذلك وتشير أنت إليه، استغفر الله، ليس كذلك، ولكن العلم علم، والله جل في علاه يفتح على من يشاء،
المسألة هنا أنا أسألكم أنتم ما الدليل الذي يمكن أن نقول يكون قائدا لنا في مسألة الذرائع؟ لأنهم لم يلفت أحد من الفقهاء الانتباه إلى ذلك. انصب اهتمامهم في مسألة الكراهة أو التحريم، مسألة النداسة واختلاط بالعظم، فقط هذا الذي يقال في جميع أو أكثر كتب الفقه. لكن الإشارة إلى المسألة المهمة جدا هي مسألة التوحيد، يعني قليل جدا من الفقهاء الذي يشير إلى ذلك. لكن نقول قائدنا هو الدليل. أنا أسألكم يا ترى ما الدليل الذي يكون قائدا لنا لنقول بأن هناك علة أخرى غير علة النداسة وغير علة المسألة أنه ليس محلا للصلاة فيكون الكراهة؟ لا، هناك علة أخرى يلتفت إليها المرء، وهي حفاظا على حياض التوحيد، حسم المادة وسد الذريعة. فما الدليل على ذلك؟ نعم الدكتور تامر يقول الا ان الله على يهود النصارى اتخذوا قبور انبياء، لعن الله يهود اتخذوا قبور انبياء. لا لا، هنا الان لن اكتفي بانك تديني بالنص، انت تعطيني النص وتبين لي فحوى الدليل وكيف تستنبط منه وسد الذريعه في هذا الباب. طيب الطبقه الثلاثه الدكتور تامر وسعيد وطالب العلم اهل تونس، حي هلا واهلا وسهلا بهم، والاستاذ سلفي وايضا ام عبد الرحمن والاستاذ ليلى. اريد من باب الوسيلة لها أحكام المقاصد، هو جيد لكن ما زلت أبحث عما نقول به. أقول حسم المادة، حسم مادة إيه؟ حسم مادة إيش؟ وأين الإشارة من الدليل عليه؟ هو هذا الذي يقال. يقول سعيد قال فلا تكون مثلهم جزية الجنة. ما زلت أبحث والآن أنا بس سامحوني حاسم مادة صعيد تاخذ قبوري آلهة لعن الله يهود النصارى، كله أتى بالدليل ممتازين جزاكم الله خيرا. حسم مادة الشرك لم يظهرها الدكتور تامر، صحيح تاخذوا أبو وليد قال اليهود عند وهم من دون الله عبدوهم من دون الله، يعني نعم هم سلفي قال حسم تعظيم الخبر اتخاذ. أيوة صح صح، بس أريد الدليل، لسه ما جاش الدليل. فلا تكونوا مثلهم، ما لسه حتى سعيد ما أتى بالدليل، كله أجاب إجابة صحيحة ولم يأتوا بالدليل. يؤدي إلى تعظيم القبور، هذا الصحيح نعم، ويؤدي على التعظيم واتخاذ وسيطة بين الداعي وبين الله، بل ممكن يدعوه من دون الله. ونسأل الجمع بينهم أنهم أشركوا وضلوا، هذا صحيح. أنا ما زلت ماذا أفعل؟ تورة بابا أريد منك أن تسرع بالدليل، ما أفعل؟ صحيح ماشي. هو شكل أن الشيطان يجري مجرى الدم، كلام صحيح. طيب خلاص أنا أقول الدليل لولا ذلك لأبرز قبره، لولا ذلك لأبرز قبره، هذا الدليل الذي قلتموه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، خشي أن يعبد من دون الله جل في علاه. هذا الذي أريده، وهذا الذي أظهرته عائشة رضي الله عنها وارضاه. أليس هذا التنصيص؟ كنت أنتظره منكم طويلا، مع أن الإجابات بأسرها ممتعة وكلها صحيحة، كلها صحيحة فضل الله، لكن كنت أنتظر هذا. عائشة قالت لولا ذلك لأبرز قبره، هو لم يفعل خشية أن يتخذ كما اتخذ اليهود النصارى قبور أنبيائهم مساجد وصوروا تلك التصاوير.
يأتي بعد ذلك بقى كل ما قلتموه في حسب المادة، وأن هذه شريعة إلى 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 أن إلى إلى اتخاذه يعني مع الله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مسألة المنع هنا ليس لأنه ليس محلا للصلاة فقط، ثم ينظر فيه في المسائل لما هو ليس محلا للصلاة، وأقول اختلاط العظم بالتراب ويكون فيه نجاسة، كل ذلك ليس هذا يعني مش ليس هذا حقا، هو ليس هذا التصحيح. ائتوني بقى بالحديث وأيضا فهم الحديث. الآن أنت تقسم بالله أنه مسح ممتاز. ما ترى في الحديث وظننت أن أهم قول النبي أهمال التعليق تعليق أخي عائشة هو المهم جدا، لأنه الذي يظهر لنا عمدة المسألة أين هي، هو يظهر لنا عمدة المسألة أين هي. ولذلك ماذا قالت؟ قالت لولا ذلك لأبرز قبل، لولا ذلك لأبرز قبل قبره. عندنا طبعا بعضهم يعني عارض الإمام البخاري لأنه قال يعني الكراهية على الصلاة في إيش؟ في القبر. وطبعا هو البخاري قال كراهية الصلاة في المقابر، فيبقى خالف النص وقال في القبر، في فرق بين القبر وبين المقابر. والحق أنه ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. والبخاري يستنبط من ذلك كراهية الصلاة في المقابر. ولذلك ابن المنذر نقل عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث عن المقبرة ليست موضعا للصلاة. وأيضا الإمام البغوي في شرح السنة والخطابي في شرح السنة أبي داود قال بذلك، لكن هو قال يحتمل، الخطابي يقول يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط، لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. التربشتي قال حاصل ما يحتمله أربع معاني، وذكر هذه المعاني وذكر معها أيضا معنى آخر، أن يحتمل أن المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر لأنه لا يصلي، لأن الرجل الذي الذي لا يصلي شابه الميت في عدم الصلاة. واستأنس برواية مسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله فيه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. والحق كما قلنا بأن هذه المسألة مسألة ظاهرة، أن المنع من ذلك أنه ذريعة إلى الاعتقاد في المقبور، ثم بعد ذلك اتخاذه واسطة في الدعاء، اتخاذه واسطة بين الله جل في علاه يتوسل به ويستشفع به، ثم بعد ذلك ينمحي ذلك فيدعوه هو من دون الله، كما نرى من عوام كثير من الناس يطلبون المدد من أبي العباس من البدوي من عبد القادر الجيلاني، يطلبون المدد منه
بل قام مغني يطلب صريحا بكل تبجح المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يملك لنفسه النفع ولا الضر في هذا الباب، هذه ذريعة إليه. لذلك قلنا بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تبقى مسألة أخيرة في قوله لا تجعلوا بيوتكم كراهية صلاة المقابر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تتخذوها قبورا أيضا لها مسألة أخيرة، مسألة الدفن في البيت، دفن الميت في البيت هل يجوز أو لا يجوز؟ ما يعني هذه المسألة، هذه يتعرض لها يتعرض لها المرء أم لا؟ الحق أنها ظاهرة في أنه لا يجوز اتخاذ البيوت يعني مقابر. أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة بأسرها دائرة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاص به، خاص به أم هو على العموم؟ يعني خاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في المكان الذي قبر فيه، أم المسألة على العموم؟ يعني هل دفن الموتى في البيوت يجوز أم لا؟ بعض العلماء قال يجوز دفن الميت في بيته، وهذا قاله الخطابي، وقال من تأول النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء، لأن يعني النبي دفن في بيته كالذي كان يسكنه أيام حياته. والحق أن ظاهر قول الجماهير هو هذا، وهو الراجح الصحيح. وبعض العلماء يرى أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه من خصائصه، وهذا لما ورد مرفوعا وموقوفا، مرفوعا فيه ضعف حديث ابن ماجه ما قبض النبي إلا دفن حيث قبض، لكنهم سألوا أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فقال يدفن في المكان الذي مات فيه. طبعا هو قد يقال طب هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عن أبي بكر وعن عمر لو كان خاصا؟ ماذا عن عائشة التي انتوت أن تدفن في مكانه؟ هنا تمسك به الخطاب وغيره على أنه يجوز الدفن في البيوت لأنه كالمسك الذي كان فيه. نعم ممتاز يا سلفي، نعم فاستدلوا بذلك. لكن هو النظر الصحيح في هذا الباب أن نقول نعم يمنع حسما للمادة، نقول الحق أنه يجوز، الحق أنه يجوز، ويمنع لا منع مقاصد ولكن يمنع منع وسائل. لأني كنت أتبنى بأن التخصيص أشكل علي مسألة أبي بكر وعمر، وطوعت الأدلة، ليس استغفر الله هوى، طوعت الأدلة على أنها خاصة بالثلاثة، وقلت التخصيص بالثلاثة الدليل عليه هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال لما مات عمر بكى ثم نظر وقال ما تمنيت أن ألقى الله بصحيفة مثل صحيفة عمر، ثم قال كأكثر ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر، حتى أنه قال للصحابة الكرام بقرة تكلمت، تعجبوا بقرة تكلمت؟ قال نعم بقرة تكلمت، أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. فكان دليلا وإشارة على أنها خاصة بالثلاثة، لسيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تمنت أن يكون المكان والمحل لها، فلما طلبه عمر قدمته على نفسها. قد نقول بأن هذه المسألة هكذا الحديث يجعلها خاصة، ونحن نقول المسألة في الأولى تجوز وتمنع حسما للمادة وسدا للذريعة. ونسلف قال أن الدفن الميت يصيرها قبورا، ويكون هنا دخل في مسألة النهي، فيصح أن نقول هو ممنوع حسما للمادة وسدا للذريعة، ليس منع مقاصد ولكن منع وسائل، ليس منع مقاصد ولكن منع وسائل، هذا الأصل الصحيح. وفي قوله اجعلوا بيوتكم من صلاتكم هذا أمر، ولكن هنا الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب، الأمر هنا الاستحباب، لأنه ورد أن الرجل قال لا يصلي النوافل أصالة، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد وكان يصلي في البيت، دل ذلك على أنه صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم طيب. قال ولا تتخذوها قبورا، ففيها كما قلنا احياء البيوت بالطاعات، والامر الثاني هو انه لا يجوز الصلاه في المقبره ولا الى القبر، وقد ورد صريحا لما مر عمر على انس قال القبر القبر، انتبه احذر القبر القبر. الفوائد المستنبطه، تحيا القلوب بذكر الله وتموت بالبعد عن ذكر الله، اللهم احي قلوبنا بذكرك. لا يجوز الصلاة في المقبرة
حسم مادة الشرك والحفاظ على حياض التوحيد. حسم مادة الشرك والحفاظ على حياض التوحيد. السلام عليكم. أين الأسئلة؟ هل يجوز الفوائد سلفي كتب جزاء الله خير ماشي. هل يجوز الاحتفال بذكرى ميلاد الأولاد أو ذكرى الزواج؟ ما يجوز. شوف، هذا الاحتفال معناه أنك ستتخذ عيدا، ومعنى أنت ستتخذ عيدا أنت دخلت في الآن في أصل العبادة، ولأن الأعياد توقفية، قد بينت ذلك وقلت بأن الأعياد عبادات، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا لما دخل عليهم في المدينة وجدهم يلعبون في يومين، قال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان نلعب فيهما، فقال النبي كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله خيرا منه الأضحى والفطر. الأضحى والفطر فلا يجوز الاحتفال. طيب انتهينا. إذن صحيح البخاري بفضل الله جل وعلا قد انتهينا منه.